بالفعل بتتواصل هنا بالمملكة العربية السعودية فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، واللي بيشارك فيه أكثر من 2000 دار نشر موزعين على 800 جناح من أكثر من 30 دولة. يعني المعرض اللي بتنظمه هيئة الأدب والنشر والترجمة التابعة لوزارة الثقافة بالمملكة العربية السعودية بيشهد إقبال كبير سواء من المواطنين أو المقيمين داخل المملكة العربية السعودية. يعني دعني أقول لك أن عدد كبير جدا جاءوا من المدن المختلفة للمملكة العربية السعودية بالأمس الجمعة، يعني عدد كبير حرص أن هو يجي ويشوف الأجنحة الكتيرة الخاصة في المعرض والتسهيلات أيضا المقدمة للزوار. يمكن السنة دي يعني في تسهيلات رائعة، منها الريبوت اللي بتتحدث ب 97 لغة وبيرشد الزوار على أماكن الأجنحة. أيضا في مجموعة كبيرة من الشباب اللي بتساعد الزوار من خلال الخريطة على أي جناح عايزينه. يعني أنا معايا دكتور عبد اللطيف الواصل، مدير عام هيئة النشر والأدب والترجمة بالمملكة العربية السعودية. بنرحب بحضرتك معانا. أهلا وسهلا، الله يحييكم. يعني في البداية نحييكم على معرض الرياض الدولي للكتاب. يعني الرياض من أكبر المعارض اللي تقام في المملكة. إحنا قبل كده كنا معاكم في معرض المدينة وأيضا معرض جدة، والنهاردة معرض الرياض. نقول إيه الجديد في معرض الرياض؟ أول شيء رحب بالأشقاء في مصر في معرض الرياض الدولي للكتاب. زي ما تفضلتي هو معرض الأكبر من ضمن برنامج معرض الكتاب السعودية. الجديد في هذه النسخة هو إحنا بشكل مستمر في هيئة الأدب والنشر والترجمة نبحث عن الشراكات الفاعلة الثقافية مع الجهات الأكثر فاعلية في الساحة الثقافية. ففي هذا العام عملنا شراكة في ما يخص البرنامج الثقافي مع القناة الثقافية، تقدم أو من خلاله وتنظم من خلاله البرنامج الثقافي بشكل كامل، تستضيف من خلاله أسماء عربية وعالمية ودولية فاعلة في مختلف الساحات أو المجالات الثقافية 16. بالإضافة إلى أننا في هذه النسخة نحتفي بالفقيد الثقافة الأمير الراحل الأمير بدر عبد المحسن رحمه الله عبر ممر البدر، نستعرض من خلاله إرثه الثقافي الخالد ونعرضه للجمهور. أيضا في هذه النسخة الدولة ضيف الشرف هي دولة قطر الشقيقة، اللي تربطنا بها علاقات تاريخية وثقافية كبيرة بين المملكة العربية السعودية ودولة قطر. تأتي مشاركة دولة ضيف هذه السنة بشكل فاعل ليس فقط في مجال الكتاب والنشر، لكن أيضا في المجالات الثقافية الأخرى من ناحية فنون العمارة والتصميم في التراث، أيضا في العروض الأدائية اللي تعمل بشكل مستمر في الساحة الخارجية. دكتور عبد اللطيف، لو اتكلمنا عن الروبوت، يعني شفت كتير من الزوار مبسوطين قوي بالروبوت اللي بيتكلم 97 لغة، يمكن كمان باللهجات المختلفة. يعني قولي الموضوع. هو الروبوت احد الاجنحه المشاركه في المعرض، اكشلي هذا احد المنتجات المعروضه في هذا المعرض. تستخدم الذكاء الاصطناعي لتوليد نصوص واجابات مخصص بالمعرض ماخوذه من البيانات المتاحه لزوار المعرض. زي ما تفضلتي هناك العديد من الشاشات المتاحه خلال اروقه المعرض، ممكن استخدامها لاستدلال لجميع مرافق المعرض، بالاضافه الى الباركود اللي ممكن يعمل بالهاتف الجوال. أيضا ممكن من خلاله الاطلاع على خريطة لكافة مرافق المعرض، وأيضا الاطلاع على الفعاليات المصاحبة لمعرض الرياض. استخدام التقنية في شكل فاعل هو أحد أهم الموارد اللي نعمل عليها في معرض الرياض ومعرض الكتاب السعودية كاملة لتسهيل تجربة الزائر، اللي هي أساسا صلب عملنا هو تحسين تجربة الزائر من خروجه المنزل وحتى عودته. ما يزيد عن 200 فعالية ثقافية بين أمسيات شعرية من الشعراء من داخل المملكة وخارج المملكة، وندوات حوارية بيحاول فيها. يمكن أنا شايفة السنة دي في ناس كتير من خارج المملكة جايين بيشاركوا. يعني كلمتني عن الفعاليات الثقافية، كيف تم اختيار يعني الشخصيات؟ يمكن في أسماء بارزة جت تشارك السنة دي. هو معرض الرياض بحكم موقعه يعتبر منصة ثقافية هامة للجميع، لكن من خلال مسؤولية هيئة الأدب والنشر والترجمة في إبراز المواهب نحرص بشكل كبير على عمل التوازن بين الأسماء اللامعة والبارزة والجماهيرية والأسماء أيضا الجديدة في الساحة، وأيضا على خلق التنوع الثقافي في البرنامج الثقافي. هو معرض كتاب لكن ليس فقط معرض الكتاب وصناعة الكتاب، لكن أيضا يسلط الضوء على المجالات الثقافية الأخرى، العمارة، الفن، صناعة السينما، الأزياء، الطهي وغيره، الشعر، من وكل المجالات الثقافية 16 في المصنفة تحت تصنيف اليونسكو.
بهذا التوازن نخلق إن شاء الله برنامج للجميع بمختلف توجهاتهم، لأننا نرى أن المعرض الكتاب ليس فقط لمحبي الكتاب لكن للتعريف بالثقافة وجذب الزوار وتعويد الزوار على القراءة والثقافة في شتى المجالات. خلينا بقى نتكلم عن المشاركة المصرية. احنا عندنا 30 دولة مشاركة في المعرض، بس دايما مصر بتحرص أنها تشارك في كل معارض المملكة، ودايما عدد كبير من دور النشر بيجي. دايما بنقول مصر تاني أكبر دولة مشاركة بعد الدولة المضيفة المملكة العربية السعودية. لو كلمتني بقى عن انطباعك عن الناشرين المصريين والمشاركة المصرية. المشاركة المصرية زي ما تفضلت، الناشرين المصريين من أهم العناصر صناعة النشر في العالم العربي بشكل كبير، ولا يخلو معرض من الناشرين المصريين وتواجدهم بشكل فاعل. ومعرض الرياض ليس بغريب عن هذا الموضوع. أيضا المشاركة المصرية مشاركة نوعية في هذا المعرض وفي باقي المعارض السعودية، ونعتمد بشكل كبير على خلق التنوع من خلال المحتوى اللي تقدمه دور النشر المصرية. بطبيعة الحال هناك من الجمهور من يقصد بعض الدور المصرية الشهيرة المتواجدة لله الحمد في هذا المعرض بآخر إصداراتها، ونتمنى أن عملنا ما نستطيع مع الناشرين لتسهيل تجربتهم، أيضا مع الزوار أنهم يحصلوا على آخر مقتنياتهم من إصدارات من الدور النشر اللي يحبونها. خليني أقول لك، امبارح أنا عملت لقاءات مع عدد كتير من الأطفال. السعادة في وجوه الأطفال كانت جميلة جدا. الأطفال مبسوطين إن هم ليهم أماكن مخصصة بيلعبوا فيها وبيقروا وبيختاروا كتب اللي هم عايزينها. كلمني إزاي قدرتوا تجمعوا بين إن أنت يعني تدي الطفل معلومة وإنه في نفس الوقت عن طريق الترفيه؟ هو جناح الطفل هو جناح محوري في المعرض. أرجع وأقول إحنا نركز على تجربة الزائر بشكل كبير. المملكة العربية السعودية هناك أكثر من 60% أو 70% من سكانها تحت سن تقريبا 40 سنة. هذا يعني أنه غالبية العوائل من العوائل الشابة، الأطفال خلنا نقول من الثلاث سنوات إلى عمر العشر سنوات. فبالتالي وجود جناح طفل مميز هو أساس المعرض. وطبعا التميز هنا يأتي من التنوع، فجناح أطفال يقدم تجارب ثقافية تفاعلية مختلفة التوجه فيها، من الأزياء، من الطهي، من التراث، من العمارة، ومن الأدب والشعر وغيره من المجالات الثقافية. الهدف الأكبر منها هو تعويد الطفل على القدوم إلى معرض الكتاب، على جعل معرض الكتاب أحد أهم أجندته السنوية، والاستمتاع عبر التجربة الثقافية المتاحة للأطفال. يعني دكتور من أول في الآخر بنشكر حضرتك يعني على هذه يعني التظاهرة الثقافية المميزة اللي دايما تستضيفها المملكة العربية السعودية، وعدد كبير من الناشرين من كل الدول دايما بيحرصوا ان هم ييجوا ويشاركوا في معارض المملكة سواء في الرياض، في المدينة، في جدة، يعني دايما في ازدهار. وبنشكر حضرتك على هذه الاستضافة، ويعني نقول الكلمة حضرتك عايز تقولها والرياض تقرأ. أرحب مجددا بالأشقاء في مصر في معرض الرياض الدولي للكتاب، ونتمنى أنه يقدمنا تجربة جميلة للناشرين المصريين، وأيضا نتمنى جذب المزيد من الزوار من دولة مصر الشقيقة للحضور المعرض الرياض الدولي للكتاب. شكرا جزيلا. يعني أعزائي المشاهدين، بتتواصل بالمملكة العربية السعودية فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب، والذي يعقد تحت شعار الرياض تقرأ. عدد كبير من الجمهور جاءوا إلى المعرض ويتوافدون كل يوم على المعرض ليعني المناقشة ومشاركة في الندوات الحوارية والفعاليات الثقافية والأمسيات الشعرية. يعني بيتواصل هنا وإحنا بنتابع معاكم يوم بيوم فعاليات معرض الرياض الدولي للكتاب.